عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة الجامعات في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة جامعات يقدم اليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، ووزارة الشباب والرياضة. في الموسم السادس من العباقرة جامعات، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات حتساوي مبلغ نقدي. في مرحلة المجموعات كل نقطة بـ2000 جنيه، وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير القرى المصرية. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 1,500,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الرابعة واللي بتضم جامعة اسكندرية، جامعة كفر الشيخ، جامعة عين شمس، وجامعة سوهاج. أول جامعة مشرفانا في الاستوديو منتخب اسكندرية وأصحاب خبرة، تاني أعلى سكور في التصفيات، نرحب كلنا بجامعة الإسكندرية. جامعة الإسكندرية واحدة من كبريات الجامعات المصرية والعربية، تأسست رسمياً باسم جامعة فاروق عام 1942، وتنتشر اليوم مباني كلياتها في عدة أماكن من مدينة الإسكندرية، وللجامعة فروع أخرى في مصر خارج مدينة الإسكندرية في دمنهور ومطروح. جامعة الإسكندرية متكاملة التخصصات، فيها كليات ودوائر الطب وطب الأسنان والهندسة والعمارة والزراعة والطب البيطري والحقوق والاقتصاد والأداب والتجارة. هيمثل جامعة اسكندرية في مباراة النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. العباقرة بالنسبة لنا هي بيتنا التاني اللي بنقدر نلاقي فيها نفسنا، وإن شاء الله احنا جايين الموسم ده علشان نثبت نفسنا أكتر ونقدر نحقق حاجة للجامعة. احنا الموسم ده استعدنا أكتر وتعمقنا في المعلومات أكتر عشان نحاول نلم كل الثغرات اللي عندنا، نبقى جاهزين الموسم ده أيا كان مستواي أو أسئلته. متحمسة جدا لبداية موسم جديد للعباقرة، احنا استعدنا وعملنا اللي علينا وإن شاء الله ربنا يوفقنا. أنا شاركت في الموسم الخامس، النهاردة عندنا طموحات أكبر إن شاء الله، دوري مختلف شوية بس الحقيقة في مجهود كبير من التيم كله أشهد علشان نحقق المركز المرغوب بإذن الله، المركز الأول. جامعة اسكندرية الحمد لله على السلامة. الله مش جامعة اسكندرية، منتخب اسكندرية الحمد لله على السلامة. مدرسة الزهراء ومدرسة الإقبال وفيكتوريا كوليدج، يعني تجميع حلوة كده. حسن عروس أخبارك إيه؟ الحمد لله. نحتفل بيه الأول لأن الموسم اللي فات خد كاس أفضل لاعب وخد كاس الطالب المثالي، نحييه كلنا. احكي لي بقى الأجواء بعد ما خدت الكاسين. يعني التيم جمعوا واحتفلوا بيا وجابوا لي هدايا، بصراحة يعني كان احتفال حلو منهم الصراحة. يعني حسن عروس قبل ما انسى، بس من ايام ما كان في فيكتوريا كوليدج مكرونه بالبشاميل. ايوه هو وعدني بحاجتين، مكرونه بشاميل وكنافه. لا وكل مره حسن بتحلم بايه؟ عايز اعمل مطعم كبير جدا، وكل مره يقول لي الحلقه اللي جايه ويضحك عليا. الموسم اللي فات جبنا الفريسكا في البيست، المره دي نجيبها في الفاينل ان شاء الله. ان شاء الله. لا الماتش اللي جاي مكرونه بشاميل وكنافه. حاضر. عشان اتغدى وحلي. بعدين انت عارف احنا بنقبل الرشاوي عادي يعني. على الهوا مش مشكله. شمس ازيك يا شمس؟ الحمد لله كله كويس. طبعا الموسم اللي فات انتوا تألقتوا ولكن الحظ كان ليه راي، معلش الحمد لله بتحصل. الحمد لله. بس انت كمان ما تتكلمش عن الحظ، الحظ يعني ابتسامتك ابتسامه العمر. الكاسين فين؟ ما بيطلعوش بره الاوضه. ما بيطلعوش بره الاوضه. استحقهم. شكرا كريم. ازيك يا كريم؟ ازي حضرتك؟ متوقع ايه من ماتش النهارده؟
باذن الله متوقع ان احنا يعني اللي انا مش متوقع اللي انا متاكد منه ان احنا هنبذل كل مجهود عندنا مش بس ماتش النهارده في كل ماتش كانه مباراه فاينل كل مباراه بالنسبه لنا مباراه قائمه بذاتها تمام هو ده البطل بيفكر كده طبعا ماتش ماتش وكل ماتش بطوله تمام انا مبسوط جدا ان كمان معانا النهارده دكتور نفرتيتي احمد ومدرسه السعديه جايين يشجعوكم منورانا يا دكتور نفرتيتي دكتورة نفرتيتي ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ كل سنة وانت طيب ومنور الدنيا كلها وببعت سلام 6000 طالب من مدرسة السعادية الثانوية العسكرية للعباقرة والدكتور عصام يوسف اشكرك متشكر جدا متشكر جدا طبعا مدرسة السعادية ليهم بصمة عظيمة في برنامج العباقرة عندكم في المدرسة برضو كاسين كاسين فعلا بس عملنا لهم دولاب شيك جدا مش بس كده كمان انتوا قدمتوا خدمه مهمه جدا لجامعه القاهره يعني عملت لهم فريق ميدو وجيه سمير يعني الحقيقه واضح ان بصمه مدرسه السعديه في البلد بصمه محترمه انا بشكركم وبشكر القائمين على مدرسه السعديه اشكرك يا دكتور اشكرك أما جامعة تانية واللي مشرفانا في الاستوديو فريق قوي وحلمهم الوصول لدور الثمانية نلعب كلنا بجامعة عين شمس جامعة عين شمس هي ثالث أقدم جامعة مصرية تأسست في يوليو عام 1950 تحت اسم جامعة إبراهيم باشا ثم حملت اسمها الحالي ضمت الجامعة عند إنشائها مجموعة من المعاهد العلمية المتميزة التي تم تطويرها وتحويلها إلى كليات جامعية بعدد 18 كلية علمية ونظرية فضلاً عن المعاهد من أبرز الكليات في الجامعة كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، العلوم، الحاسبات والمعلومات، الألسن، الآداب، التجارة والحقوق هنمثل جامعة عين شمس في ماتش النهاردة 8 طلاب هبتدي منهم 4 أنا شاركت مع مدرستي قبل كده وحبيت إني أزود خبراتي في إن أنا أشارك مع جامعتي وإن شاء الله نأدي أداء كويس طبعاً اسكندرية فريق كبير وليهم خبرات قبل كده في مشاركة في كذا سيزون بس إحنا استعدينا كويس وإن شاء الله نكون نأدي المسؤولية اللي حطيتها فيها الجامعة بإذن الله إحنا شاركنا الموسم اللي فات في عباقرة الجامعات والحظ ما وفقناش إن إحنا نصعد لدور الثمانية إن شاء الله السيزون ده نأدي أداء أحسن ونقدر إن إحنا نتأهل كان نفسي أشارك في برنامج العباقرة من زمان والحمد لله جات لي الفرصة إن أشارك مع جامعة عين شمس وده شرف كبير ليا وأتمنى أكون إضافة قوية للفريق جامعة عين شمس الحمد لله على السلامة الله يسلم حضرتك مبدئياً في طار بينكم وبين جامعة اسكندرية ده مبدئياً يعني كسبتوهم الموسم اللي فات كام يا حسن؟ 230-105 وبعدين تقعوا في نفس المجموعة تاني حظنا حظكم مريم ازيك يا مريم ازي حضرتك انا كويس الحمد لله الحمد لله انا النهارده هشجعكم ميرسي جدا ايوه فريق قوي فانا عايزكم تكتسبوا ثقه وما تقلقوش مش هلومكم على الاسئله الصعبه هلومكم على الاسئله السهله والسؤال اللي هيطير مش هيعدي هي دي مشكله انا راجل واقعي عندي خبره وفاهم ولادي كويس جدا فريق ده تقيل فريق محترم فخلي بالكم انا بحذركم من بدايه المباراه ركزوا جامد جدا لو كسبتوا النهارده هتبقى مفاجاه من العيار التقيل باذن الله يا رب مريم احساسك ايه يعني مسؤوليه زياده شويه بس ان شاء الله خير طبعا في اختلاف ما بين مريم في مدرسه باتيم ومريم في جامعه عين شمس طبعا ايه رايك نروح نشوف صورتك وانت في مدرسه باتيم ياه نرجع نشوف صورة مريم ونكمل كلامنا مع مريم مريم دكتور حسام موافي ليه اخترتيه كمثل أعلى قدوة؟ عنده ثقافة عامة في الطب بشكل جميل جدا نفسي يكون أكون زيه لا وعنده حاجة مهمة جدا على المستوى الشخصي هو كمان دمه خفيف جدا جدا أنا بحبه يعني جدا يعني فعلا مش ممكن عنده يعني خفة دم غير عادية عشان كده اخترتيه كمثل أعلى
نفسي اكون زيه في يوم من الايام. كبرت عمر، ازيك يا عمر؟ الحمد لله. احساسك ايه؟ والله يعني مسؤوليه كبيره طبعا زي ما مريم قالت، بس احنا يعني ان شاء الله نبقى قد المسؤوليه وقد الثقه الكبيره اللي الجامعه حطتها فينا. برضو عمر شارك قبل كده مع مدرسة إسماعيل الحبروك، ولكن ودعت البطولة في دور ال 32. خلي بالك ماتش النهاردة يا عمر مش سهل. عزة، ازيك يا عزة؟ يا حضرتك أخبارك إيه؟ الحمد لله. عزة ليها طار، لأن عزة كانت بتلعبكم الموسم اللي فات، معرفش بقى هتعرفي تاخدي طارك منهم ولا لأ. إن شاء الله خير. عبد الرحمن علاء، ازي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله زي الفل. بيشارك لاول مره، الوحيد اللي بيشارك لاول مره. صعبان عليا والله يا عبد الرحمن. ايه اللي جابك يا ابني؟ انت كنت قاعد كويس في الجامعه. مين اللي ضحك عليك وقال لك تعالى شارك في برنامج العباقرة؟ عزه اللي ضحكت عليك. اقنعتك ازاي؟ قالت لي انت كويس في التاريخ والجغرافيا تعالى. هو عشان في اداب تاريخ يبقى كويس في التاريخ؟ يعني الجوكر في التاريخ؟ لا كمان. واضح ان عزه بتثق في عبد الرحمن قوي. ربنا يسهل، شوف الماتش ده هيمشي ازاي باذن الله. جامعه عين شمس بتمنى لكم كل التوفيق. حي كلها جامعه عين شمس. عباقرة الجامعات في الموسم السادس، 6 فقرات: العلم، المعرفه، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. واول حاجه هنبتدي بيها هي سؤال السرعه. سؤال السرعة. والسؤال هو: من هو العالم الملقب بأبو علم البصريات؟ خلاص هي دي مشكلة. حسن من الهيثم. سؤال سهل. سعاد طبعا إجابة صحيحة. من أشهر كتبه كتاب المناظر اللي كتبه، عارفين في كم سنة؟ كتبوا في 10 سنين. سعاد مين هتبتدي الاول؟ هما يتفضلوا يبتدوا. عين شمس هتبتدوا الاول. واول فقره هي فقره العلم. العلم. العلم 4 اجزاء: جغرافيا، تاريخ، ادب، وعلوم. امتى الجوكر؟ العلوم. لا. طيب خليني معاكم واحده واحده. جغرافيا، والسؤال هو: سد أفسلاودك هو عقوبة هندسية بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ أفسلاودك اتبنى من 1927 ل 1932. طول السد حوالي 32 كيلومتر. أنقذ الدولة، ثانية، أنقذ الدولة من عدة فيضانات. دولة كانت هتغرق في أوقات كتيرة. عزة إجابتك. هولندا. هولندا إجابة صحيحة. طبعا سؤال ما كانش سهل. برافو عليك، 10 نقط لجامعة عين شمس. جامعة اسكندرية جوكر في الأدب طبعا. إن شاء الله. جغرافيا، والسؤال هو: ما هو البحر الأكثر ضحالة في العالم؟ أقصى عمق 14 متر، مساحته 39,000 كيلومتر مربع، بحر منخفض الملوحة. 3 ثواني. اتصرفي يا سعاد. وسعاد ما عندهاش حل. بحر أرال. بحر أرال، انتوا نفسكم مش موافقين. إجابة خاطئة. ولا احتمال يبقى في مفاجأة. مش هنخسر حاجة يا عزة. بحر أزو. عزة إجابة صحيحة. برافو يا عزة. تمام، سؤالين صعبين في الجغرافيا وعزة جاوبت الاثنين. تمام، 20 جامعة عين شمس، جامعة اسكندرية مفيش نقاط، وجامعة عين شمس عندنا سؤال في التاريخ. ايه رأيكم؟ تاخدوا الجوكر؟ سهل. انا رأيي تاخدوا الجوكر.
التاريخ. والسؤال هو: من هو أول من أعلن نفسه قيصراً على روسيا في القرن السادس عشر الميلادي؟ من هو أول من أعلن نفسه قيصراً على روسيا؟ حكم 51 سنة من 1533 ل 1584، أنشأ إمبراطورية روسيا وضم ليها دول كتير، كان حكمه متسم بالسلطة المطلقة. بطرس الأكبر؟ إزاي؟ إجابة خاطئة. كريم إن شاء الله إيفان الرابع أو إيفان الرهيب. ده سؤال سهل يا كريم، وعشرين نقطة. إجابة صحيحة. خسارة، خسارة جداً. الجوكر يطير في سؤال سهل زي ده. جامعة اسكندرية، تاريخ، والسؤال هو: الصاحب ابن عباد هو أشهر وزير بتاريخ إحدى الدويلات الإسلامية في القرن العاشر الميلادي، فما هي؟ ده بقى سؤال صعب. كان وزير لمؤيد بن ركن الدولة 7 سنوات، كان قائد شجاع واستولى على 50 قلعة حصينة أثناء وزارته. نجح في إدارة شؤون البلاد بكفاءة، وكان مشهور بكتابة الرسائل الديوانية. حسن، إجابتك؟ الدولة الغزنوية. فكرت، ما أقدرش ألومك، ولكن هو سؤال صعب. إجابة خاطئة. الدولة الحمدانية. هقول معلومة في الاختيارات. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. الدولة الطولونية، البويهية، الإخشيدية، السامانية. دولة شيعية. سامانية. البويهية. سعاد عندها الإجابة، حسن عروس طبعاً ناقص 5 نقط. إجابة خاطئة. يا سعاد، الإجابة إيه؟ بويهية. برافو عليك. هارد لك يا حسن. 15 جامعة اسكندرية، 20 جامعة عين شمس. جامعة عين شمس، أدب، والسؤال هو: من هو الأديب المصري الراحل مؤلف مسرحية المغمطيس؟ كتبها 1951 من 4 فصول. أول مسرحية للكاتب، بتحكي عن طبيب نفسي درس في فرنسا ورجع للحارة بتاعته علشان يعالج الناس بالعلم. الناس اعتقدت إنه مبروك بيعالجهم بالمغناطيس بدل بخور الدجالين. إجابتك عز. توفيق الحكيم. في إجابة؟ بصي، الأدب مش هيهزروا. إجابة خاطئة. اتحولت لعرض من إخراج نعمان عاشور. نعمان عاشور طبعاً. إجابة صحيحة. اتحولت لعرض من إخراج سعد أردش، وكان بطولة عبد المنعم إبراهيم، محي إسماعيل، مشير إسماعيل. وطبعاً محي إسماعيل هو اللي عمل دور الطبيب النفسي. ممثل عبقري. 25 جامعة اسكندرية. عندكم سؤال في الأدب وفي الجوكر. تمام، أدب، والسؤال هو: ذبابة بشرية هي رواية الأديب نرويجي، فمن هو؟ ذا هيومن. لا، هو اسم مش مشهور خالص. فلاي. مش مشهور. هي رواية من عربي. ما عندهمش الإجابة. أنا شايف الغلاف، فاكر الغلاف وعارفه. عارف الغلاف. ممكن أخده من الاختيارات. نشرت 2010. مش فاكر الاسم. ماشي، أنا هجرب اللي أنا عارفه. جون نسبو، بس هي غلط. تمام، إجابة خاطئة. بتبدأ باستدعاء المفتش كريستنسن للتحقيق في جريمة قتل بطل شعبي سابق. كانت في أوسلو. مريم، إجابتك؟ هنريك إبسن. في 2010؟ لا طبعا. كويس إنك عارف.
إجابة خاطئة. القاتل كان من سكان العمارة. رواية بوليسية بديعة. أربع اختيارات: هانس أولاف لاهلوم، لودفيك هولبرغ، توم إيجلاند، يون فوسة. لودفيك هولبرغ، ربنا يستر. لودفيك هولبرغ ده فاكر الغلاف، أنا شفتها، هي دار العربي، دار العربي. كل المعلومات اللي عندك سليمة ما عدا الاسم إلا الإجابة. حسن عروس إجابة خاطئة. هانس أولاف لاهلوم. هات لك يا حسن، النتيجة اتغيرت. 15 جامعة اسكندرية، 20 جامعة عين شمس. جامعة عين شمس علوم. والسؤال هو: في أي من دول أمريكا الجنوبية تحدث ظاهرة برق كاتاتومبو على اسم نهر كاتاتومبو؟ حوالي 300 ليلة في السنة. الهواء الدافي من البحر الكاريبي والهواء البارد من الجبال خلاص بيتقابلوا فبيهيئوا الظروف المثالية لحدوث البرق. مليون صاعقة كل سنة بيجدد 10% من طبقة الأوزون. عزة سيد إجابتك. البرازيل. البرازيل إجابة خاطئة. 10 دقايق متتالية في ذروة الصواعق ممكن تنور القارة بالكامل. سبحان الله. تشيلي. فكرتي وتشيلي إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 و -5: فنزويلا، كولومبيا، بيرو، بوليفيا. مش هقول. كولومبيا. كولومبيا. ملوش لازمة يا عمر، خسارة. ناقص 5 نقط أو زائد 10 نقط. إجابة خاطئة. اتعادلتوا. فنزويلا. سؤال صعب. آخر سؤال في الفقرة. سؤال صعب. تاني كل الأسئلة صعبة كده. كل أسئلة اسكندرية صعبة. 15 الحلقة صعبة مساء. ماشي. علوم والسؤال. اكتشف العالم أرثر بين المعدن النادر الوحيد الذي جمع بين عنصري الزركونيوم والبوروم. فما هو؟ الزركونيوم والبوروم. تم العثور على 300 بلورة فقط من المعدن ده. طول أكبر بلورة 2.5 سنتي. هي غلط. من أندر الأحجار الكريمة ومن أغلى المعادن في العالم. هقولك على مفاجأة. الجرام $300,000. متخيل؟ علي المعلومة دي بس أنا مش فاكر أكيد. نعم. حجر كريم ومعدن نادر وقلت لك سعره. إجابتك. تروح تشتري بقى. منين؟ إجابتك. قبال. إجابة خاطئة. أصلاً معلومة مهمة. ما نبقى عارفين إن في حجر الجرام منه $300,000 وفي 300 بلورة فقط اللي تم اكتشافهم. موضوع مهم. أقول لكم حاجة؟ الإجابة في السؤال. يلا بقى. اوعى تقولي لي مثلا الزركونيوم تبقى كارثة. الزركوبورون. حاولت. حاولت يا محاولة طبعا بقت بالفشل. مريم إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 و -5: التوباز، التورمالين، الباينايت، بيانيت، الزبرجد. بيانيت. من اسمه حضرتك قلت الإجابة في الصيغة اسمه باين، فبيانيت أقرب حاجة لاسمه. هي صح إن شاء الله. شكرا. بصوا هذه الخبرة.
لقطت الكلمة وفكرت، شافت أرثر بين الباينايت، خلاص خدت العشر نقط. مجرمة يا سعيد. إجابة صحيحة، تستحق العشر نقط، برافو عليك. فكرتي الوحيدة اللي فكرت بسرعة وخطفت البازر، تاخد العشر نقط. جامعة اسكندرية 25، جامعة عين شمس 15. حافظ على لومكو على سؤال التاريخ، بجد سؤال التاريخ 20 نقطة، وعشرين نقطة طاروا هنا. كان زمان النتيجة 35-5، تخيلوا بقى. معلش الفرق لسه قريب، فرق 10 نقط. كويس ان انتوا صامدين قدام فريق بيتدلع، الفريق ده بيتدلع. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 80,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. عباقرة الجامعات، ومباراة جميلة جدا، ولكن أنا شايف إن جامعتين بيتدلعوا، بيضيعوا نقط مهمة منهم. المجموعة الرابعة ومجموعة صعبة ومعقدة جدا. النتيجة جامعة اسكندرية 25، جامعة عين شمس 15. جامعة عين شمس تغييرين، شمس جمال نزلت مكان مريم هشام، وابراهيم البدري نزل مكان عبد الرحمن علاء. ابراهيم البدري اول مشاركه، يظهر الكرسي ده بتاع اول مشاركه. الله يخليك، ازيك يا ابراهيم؟ الحمد لله كويس يا استاذ. ايه رايك في اللي بيحصل؟ والله يعني انا شايف ان المباراه كويسه، وان شاء الله يعني هنعوض في اللي جاي باذن الله. ايفان الرهيب، كان عندك الاجابه؟ كان عندي الاجابه، وكان عندي نعمان عصور، بس الحمد لله يعني اهم حاجه احنا يعني بنعمل اللي علينا. لا ما بتعملوش اللي عليكم، عملتوا اللي عليكم فين؟ ضيعتوا فين الرهيب؟ المشكلة يعني ايه التوتر، بس ان شاء الله يعني هيتحل باذن الله. ماشي هنشوف، ربنا يسهل باذن الله. شمس جمال بحضرتك يا استاذ. انا كويس الحمد لله، ما اعرفش ازاي في سنة واحدة كبرتي كده. من الموسم ال 13 مدرسة الخصوص، فجأة شمس جمال في جامعة عين شمس. اخبار الجامعة ايه؟ الحمد لله كويسة. اخبار زراعة ايه؟ كويسة الحمد لله. مبسوطة؟ مبسوطة، يعني أنا اخترتها بمزاجي. كويس جدا. ماتش صعب؟ أوه، تأسينا مش سهلة، أصل إحنا لما بنلاقي جامعة اسكندرية فلازم نعمل حلقة صعبة، ما ينفعش نعمل حلقة سهلة، فشدوا حيلكوا شوية. جامعة اسكندرية عندنا تغييرين، رانيا ربيع نزلت مكان سعاد رضا، ومحمد مسعد نزل مكان كريم أحمد. ازيك يا مسعد؟ الحمد لله تمام والله. أخبارك إيه؟ تمام والله. احكي لي شعورك ايه؟ والله انا فخور ان انا بمثل جامعه اسكندريه في العباقره جامعات. الحاجه اصلا اول ما خلصت الموسم 13 في المدارس اتمنيت ان انا امثل الجامعه، جامعه اسكندريه، والحمد لله انا هنا دلوقتي. كان مع مدرسه جمال عبد الناصر. اخبار الخط العربي ايه؟ لا الحمد لله يعني ما كتبتلناش العباقره فين؟ والله كنت هجيبها بس يعني نسيتها يعني. احنا ما بننساش. لا الحلقه الجايه ان شاء الله. الحلقه الجايه بس كده. تمام. خط العربي، مكرونة وكنافة. بص سلموا الكلام ده في الأمن. ازيك يا رانيا؟ ازي حضرتك؟ أنا كويس الحمد لله. إيه رأيك في المباراة؟ إيه ده؟ دي رانيا أصلاً نفسها تشتغل فويس أوفر. إن شاء الله. إن شاء الله إيه وصوتك مش طالع؟ فويس أوفر فين؟ طب هتقدمي لنا إيه؟ لا مش محضرة حاجة المرة الجاية. لا ماليش دعوة إن شاء الله. لا المرة الجاية أديك حضرتك شايفة الماتش ماشي إزاي. أنا سيبني في حالي. والنبي سيبني في حالي، أنا مش قادرة، كفاية اللي أنا فيه. نرجع سعاد تاني؟ عايزة ترجعي يا سعاد؟ لا سعاد مرتاح كده، هي جابت السؤال الأخير وطلعت تجري. الماتش رايح جاي كده، فالأسئلة مش عارف أتكلم. لو هتعرفي تجاوبي إن شاء الله ربنا سهل. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة.
المعرفة. فقرة المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين حسن وعزة، عزة وحسن. وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقاط: عزة اخطفي البازر وبعد كده نتفاهم، فاهمة؟ معلومات عامة. والسؤال هو: حقوقي شهير أسس منظمة الوحدة الإفريقية الأمريكية عام 1964، فمن هو؟ أيزنهاور. غلط. 1964 أيزنهاور. إجابة خاطئة. أيزنهاور حقوقي يا مفتري. ما مش حقوقي بس في دماغي إجابة تانية. كان أساس الدفاع عن حقوق الأفارقة في أمريكا وتعزيز التعاون بينهم مين؟ جيفارا. طبعاً إجابة خاطئة. تم اغتيال 21 فبراير 1965 مين؟ مارتن لوثر كينج. مالكوم إكس. مالكوم. أنتوا مالكوم. مالكوم إكس اسمه كلب. السؤال الثاني في الرياضة: مصعد وعمر، عمر ومصعد. رياضة. والسؤال هو: من هو أول مدرب يحقق فوزاً بمباراة في كأسي العالم كرة القدم للرجال والسيدات؟ هيرفي رينار. هيرفي رينار. أحكيلي كسب مع مين وكسب مع مين؟ كسب مع السعودية، كسب الأرجنتين، وكسب مع منتخب فرنسا في كأس العالم السيدات. كسب مين؟ لا مش فاكر، ما عنديش معلومة. كسب البرازيل 2-1 برضو. طبعاً 10 نقط مسعد. إجابة صحيحة. هيرفي رينار. 10 نقاط المدرب الفرنسي. النتيجة اتغيرت: 35 جامعة اسكندرية، 15 جامعة عين شمس. إبراهيم ورانيا، رانيا وإبراهيم. تكنولوجيا. والسؤال هو: في أي من دول وسط أوروبا تأسست شركة برينلي عام 2009؟ المغرب. رانيا. إجابة خاطئة. سلوفاكيا. تشيك عادي. المقر بتاعها في كراكوف. بولندا. بالظبط كده. إبراهيم. إجابة خاطئة. لو استنيت يا رانيا كنت هقول المعلومة دي. قدموا تطبيق مهمته طرح أسئلة الواجب للطلاب والإجابة عليها. وصل 1,000,000 مستخدم في أول 6 شهور. في 2020 تخطوا 350,000,000 مستخدم. سؤال الرابع: 1-1 شمس وشمس. ياه. حلوة شمس وشمس دي، أصل اسم شمس ده مش دارج، فاتنين شمس في حلقة واحدة كتير علينا. قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 674 زائد 802 ناقص 1008 ناقص 398 يساوي كام؟ زائد وناقص. فات 7 ثواني. 976. لا خالص. إجابة خاطئة. شمس جمال وسلسل فين؟ 800. إيه ده؟ 66. انتوا بتجيبوا منين الأرقام دي؟ يا جماعة ده زائد وناقص. إجابة خاطئة. 2096. جبتوا منين الألوف دي كلها؟ 70. النتيجة في نهاية الفقرة: جامعة اسكندرية 35، جامعة عين شمس 15. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلتنا تعتمد على السرعة. سينما ومسرح. والسؤال هو:
الفنان قام بدور البروفيسور في مسلسل لا كاسا دي بابيل، فمن هو؟ كلنا عارفينه. خمس مواسم من 2017 ل 2021. بيدرو ألونسو. هألف اسم. هتألف اسم؟ أه. أورسلا كوربيرو. مين شاف المسلسل؟ شفناه كلنا. كلنا شفناه. يعني البروفيسور اللي كلنا انبهرنا بيه مش عارفين اسمه؟ رافائيل خواكين، وهو غلط. وأنا مركب اسم أسباني وخلاص. إجابة مضحكة. طبعا. بيألف اسم. الفارو. الفارو إيه؟ الفارو جارسيا. الفارو مورتي. عمر إجابة خاطئة. اسمه إيه بقى؟ عمركم ما هتنسوه. السؤال اللي جاي أغاني موسيقى، والسؤال هو من هي المطربة التي شاركت علي الحجار غناء بنت ولد؟ اتغنت في فيلم اسكندرية نيويورك. اه محمد مسعد اجابتك؟ حنان ماضي. حنان ماضي اجابة خاطئة. هي اللي غنت تتر مسلسل هوانم جاردن سيتي. يلا يلا عرفت. لا انا قلتها في الاول. سيمون. هدى عمار. هدى عمار. هدى عمار. هدى عمار قلتها في الاول. حسن كان عايز يقولها. امال مستعجلين ليه؟ طيب يا حسن، ما كنا محتارين من هدى عمار وحنان ماضي، فقلنا حنان ماضي غنت معاه تتر قبل كده، فممكن تكون هي. اتغنت في فيلم اسكندريه نيويورك. ابراهيم اجابه خاطئه. من كلمات الشاعر جمال بخيت والحان فاروق الشرنوبي. السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو في أي دولة خليجية يقع بيت الزبير؟ بناه الشيخ الزبير ابن علي 1914. كان وزير ومستشار في الدولة. العراق. طبعا خليجية، ولكن حسن إجابة خاطئة. تم تحويله لمؤسسة ثقافية 2005. بناه 1914. السعودية. عمان. عمان. شفتوا بقى الإجابة عندكم؟ سلطنة عمان. شمس للأسف الشديد إجابة خاطئة. زي ما شمس سعيد قالت، فين بقى؟ عمان. اسكندرية. انتوا عايزكم حلو النهاردة، إن الماتش مش إقصائي. آخر سؤال في الفقرة سرعة البديهة، والسؤال هو طبقا للأبجدية الإنجليزية كم عدد عواصم دول حوض النيل التي تبدأ بالحرف كي؟ محدش يستعجل. دول حوض النيل. حسن. اتنين. حسن عروس طبعا مش اتنين. ازاي؟ إجابة خاطئة. أنا بقول عواصم. أيوة. وإنتوا عارفين العواصم كلها، هرجع لكم. في إجابة؟ أربعة. هما إيه الاتنين يا حسن؟ خرطوم وكمبالا. خرطوم عاصمة السودان، وكمبالا عاصمة أوغندا. كينشاسا كونغو ديمقراطية، وكيجالي عاصمة رواندا. وإجابة صحيحة. هم أربعة يا عزة، يا محظوظة. 10 نقط مهمين جدا لعزة. 25 جامعة عين شمس، 35 جامعة اسكندرية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 20 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 40,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 120,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية.
عباقرة الجامعات المجموعة الرابعة، وهفكركم بالنتيجة. جامعة اسكندرية متقدمين 35، جامعة عين شمس 25. عين شمس عندنا تغيير، مريم هشام رجعت مكان شمس جمال. اسكندرية تغيير، سعاد رضا رجعت مكان رانيا ربيع. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. إبراهيم ومسعد، مسعد وإبراهيم. إبراهيم أنت اللي هتبتدي، مسعد هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. اتفضل مكاني. اتدربت على تحت الضغط؟ أيوة اتدربت. مش عارف ليه عندي إحساس إنك اتدبست. مش لا لا والله خالص، يعني اللي دربوني أصدقائي والدتي كده. كويس إن شاء الله خير. تمام محمد مسعد. تمام إبراهيم البدري، عايز الإجابات بصوت واضح. تمام. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة عربية يقع ميناء بنزرت؟ الجزائر. غلط. مديح الظل العالي هو ديوان لشاعر فلسطيني راحل، فمن هو؟ إبراهيم نصر الله. غلط. ما هي أول معركة بحرية في تاريخ الدولة الإسلامية؟ معركة ساتة الصواري. صح. ما هي وحدة قياس شدة التيار الكهربي؟ فولت. غلط. ما هو المسجد الموجود على فئة المئة جني الورقية المصرية؟ مسجد السلطان، مسجد الرفاعي. غلط. عيون القلب هي أغنية لمطربة مصرية، فمن هي؟ عيد الأيوبي. غلط. ما هو حاصل ضرب 15 في 7؟ باص. ما هي اللغة الرسمية في دولة جورجيا؟ التركية. صح. اثنين من ثمانية. اقف هنا، انت كنت هتقول السلطان وكنت ماشي مظبوط. سلطان حسن. ايوه تمام. انا بقى ما سألتش غير على السؤال ده لان الاجابه كانت عندك وما اعرفش هربت منك ليه. تمام. معلش سليم، عايزين مسعد ينضم لينا. شفت تحت الضغط بالسهلة. مسعد عايز تعرف ايه اللي حصل ولا لا؟ لا بلاش. بلاش؟ لا لا. ايش معنى انت اللي نزلت؟ هو التيم اتفق عليا ان انا انزل. اتفقوا عليك. هي كده بالظبط، هم اتفقوا عليك، هم دبزوك يعني. تحت ضغط كاونتر. في اي دوله عربيه يقع ميناء بنزرت؟ تونس. صح. مديح الظل العالي هو ديوان لشاعر فلسطيني راحل، فمن هو؟ محمود درويش. صح. ما هي اول معركه بحريه في تاريخ الدوله الاسلاميه؟ باص. ما هي وحدة قياس شدة التيار الكهربي؟ أوم. غلط. ما هو المسجد الموجود على فئة المئة جني الورقية المصرية؟ باص. عيون القلب هي أغنية لمطربة مصرية، فمن هي؟ باص. ما هو حاصل ضرب 15 في 7؟ 105. صح. ما هي اللغة الرسمية في دولة جورجيا؟ فرنسية. غلط. ثلاث إجابات من ثمانية. إبراهيم إجابتين من ثمانية. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. سؤال الرابع، ما هي وحدة قياس شدة التيار الكهربي؟ الأمبير. الأمبير. المئة جنيه اللي في إيدينا. السلطان حسن عملت في السلطان حسن في إيدينا طول الوقت. المئة جنيه. عيون القلب. نجات. نجات الصغيرة. 9 و10 ما لحقتش أقول. نحيي إبراهيم ومسعد. مسعد وإبراهيم اتفضلوا. طبعاً النتيجة اتغيرت. محمد مسعد كنتوا كام؟ 35 وثلاث إجابات صح ب 15 نقطة، بقيتوا 50 و10 نقطة هدية من إبراهيم، بقيتوا 60. إبراهيم كنتوا كام؟ كنا 25 وإجابتين بقيتوا 35. 35 و25 60. نبتدي المباراة من نقطة البداية في الفقرة الأخيرة. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات جزاء. ضربات جزاء. مريم وسعاد، سعاد ومريم، وحنشوف مين صاحب الهدف الأول. السؤال الأول، معلومات عامة. تم افتتاح أول خط سكة حديد
تحت الأرض في العالم عام 1863 بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ بريطانيا؟ إجابتك؟ آه بريطانيا الهدف الأول. برافو يا سعاد. شركة حديد متروبوليتن لربط ثلاث محطات رئيسية في لندن يوم الافتتاح ركب 38,000 شخص. سعاد برافو عليكي، الهدف الأول. حسن وعمر، عمر وحسن، سؤال التاني. جغرافيا، في أي دولة أسيوية تقع حديقة يويوجي؟ الصين. الصين إجابة خاطئة. على مساحة 133 فدان اليابان اتأسست 1967. الهدف الثاني. هدفين بلا مقابل. الموقف في عزة متأزم، ما عندكيش اختيار غير انك تجاوبي. طبعا يا شمس لو دست على البزر جاوبتي صح رجعتي لل 25. السؤال الثالث. فنون، من قام بدور والد رحاه في فيلم وش إجرام؟ عبد الله مشرف. الهدف الأول. بطولة محمد هنيدي، بشرى لبلبة، سعيد طرابيق، وأحمد صلاح السعدني. عزة عملتي اللي عليكي، هدف مقابل هدفين. جامعة اسكندرية عندكم فرصتين، فرصة إنك تجاوب أو فرصة إن إبراهيم ما يجاوبش. السؤال الرابع. أدب، كتاب الرسم والخط، هي رواية الأديب برتغالي سراماغو. جوزيه سراماغو. الهدف الكام؟ ثالث. برافو عليك، الهدف الثالث. هدف إبراهيم عن فنان بيحس بالتردد وهو بيرسم لوحاته بتصور المعنى الحقيقي لتعقيدات الحياة من منظور فلسفي. محمد مسعد حرصت الهدف الثالث وغيرت النتيجة. 85 جامعة اسكندرية، 35 جامعة عين شمس. طبعا الفرق 50 نقطة. ده معناه ايه؟ معناه سؤالين، سؤال يطير من جامعة اسكندرية وسؤال ب 30 نقطة يتجاوب، يعني في فرصة. الماتش ده ابتدى بدلع من جامعة اسكندرية. جامعة عين شمس ابتدوا المباراة برهبة، ولكن بخبرة جامعة اسكندرية ركزوا، خدوا 25 نقطة في ضربات الجزاء. أنا طبعا ما كنتش راضي عن أدائي تحت الضغط، وده اللي اداني حافز ان انا احسم الهدف الثالث في ضربات الجزاء. الهدف الكام؟ الثالث. برافو عليك، الهدف الثالث. هدف ابراهيم. انا غير راضي بالمره عن اداء جامعه اسكندريه، وغير راضي بالمره على اداء جامعه عين شمس. كان في معلومات عندي بس ايه، من التوتر اول مره، فريق اسكندريه فريق قوي عنده خبره. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في اخر فقره، ويا ترى سؤالين ممكن يرجعوا جامعه عين شمس المباراه ولا لا؟ محدش عارف، وارد انه يحصل. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانيه مع اخر فقره، فقره عجله الحظ والعباقره. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطه في فقره تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطه ب 2000 جنيه بما يساوي 120,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 240,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. المجموعة الرابعة عباقرة الجامعات الموسم السادس، وهفكركم بالنتيجة. جامعة اسكندرية متقدمين 85، جامعة عين شمس 35. جامعة عين شمس أكيد منتوش راضين عن النتيجة. طبعاً
في حالة التساوي في عدد النقاط بنرجع للإجابات الصحيحة، فكل نقطة بتفرق. قبل ما نبتدي آخر فقرة عايز أروح لزيدان. إزيك يا زيدان؟ الحمد لله. زيدان، أنت بتحب برنامج العباقرة؟ أنت عندك كم سنة؟ 5. 5 سنين وبتتفرج على البرنامج؟ طب أنت بتحب البرنامج ليه؟ عشان حطيتك. بتحب البرنامج عشان أنا؟ أوه. والله أنت جميل جدا. أنا سمعت إن أنت بتعرف تقلدني. أوه. طب خلي مامتك تمسك المايك وقلدني. قدم يلا. ضيوفنا استوديو مشاهدينا الكرام في مصر والعالم العربي، أنا بيكم في حلقة جديدة ورا مالك العباقرة. لا ومشاهدينا الكرام كمان. لا ده انت حافظ ما شاء الله، ربنا يبارك فيه. كده انا بطمن هيطلع مثقف. لا هو بيبقى عايز يبقى شاطر في المدرسة اي علشان حضرتك تبقى مبسوط منه بجد. من اول ما دخل يعني بري بلاي وهو عشان استاذ عصام يوسف يبقى مبسوط مني. انا مبسوط منك جدا وبحبك جدا واحنا بقينا اصحاب خلاص. يا شكرا يا محطتك. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل فريق، وأول سؤال بولا. تفضل يا بولا. بولا نسيم من جامعة عين شمس، وهنشوف بولا السؤال الأول وموضوع السؤال إيه. تمام. فنون 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ إيه رأيكم؟ 20. تمام. فنون، والسؤال هو فنان راحل قام بدور لمعي في فيلم حلق حوش، فمن هو؟ بطولة ليلى علوي، محمد هنيدي، علاء ولي الدين، عبير الشرقاوي، عبد الله فرغلي، فتوح أحمد. هو مش عارف الإجابة، هيدوس يعمل إيه؟ مين يا ابراهيم؟ عبد الله فرغلي. صح. عبد الله فرغلي. يعني لو اجابته غلط ما عندناش اجابه. ما عندكوش اجابه ثانيه؟ قلت الابطال كلها وكان الوحيد اللي فاضل في دماغنا هو عبد الله. عبد الله فرغلي اجابه خاطئه. لمعي مدير البنك. الراجل التخين كان عبد الله فرغلي. خلاص هارد لك. مين بقى يا سعاد؟ ما اعرفش. فؤاد خليل. بالظبط كده، فؤاد خليل. ابراهيم انت اللي قلت فؤاد خليل؟ ايوه هو اللي قال. هو التوتر. التوتر باين عليك، باين عليك. هارد لك. بهي الدين اتفضل. السؤال الثاني. لا فنون 20 نقطة؟ 20 نقطة. ولا 30 نقطة؟ 20. تمام. فنون، والسؤال هو فنان راحل قام بدور سيد ابو شفه في فيلم سماره، فمن هو؟ استنى بطوله تحيه كاريوكا. ايوه محمود اسماعيل، محمود المليجي، سراج منير، محسن سرحان. محسن سرحان اجابه صحيحه. اسكندرية 100 100. أول 3 نقاط في المجموعة الرابعة. ألف مبروك. السؤال الثالث سارة، تفضلي يا سارة. سارة كامل من جامعة عين شمس، وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا سارة. كان نفسي يبقى جوكر والله. معلومات عامة. سؤال ب30 نقطة. تحسن السكور. معلومات عامة، والسؤال هو جالودات هي أول جامعة في العالم للصم
وضعاف السمع. ففي أي دولة توجد؟ اتأسست 1864. طلاب من حوالي 100 دولة من أهم جامعات الصم وضعاف السمع في العالم. عزة إجابتك أمريكا. في واشنطن العاصمة. إجابة صحيحة، 30 نقطة. النتيجة اتغيرت، 65 جامعة عين شمس، 105 جامعة اسكندرية. خالدين، خالدين عبد الجواد اتفضلي وهنشوف موضوع السؤال ايه. رياضة، آخر سؤال في الحلقة رياضة، والسؤال هو من هو أول لاعب سجل هاتريك في تاريخ نادي الزمالك بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم؟ مش هقول ولا معلومة واحدة. محمد مسعد إجابتك حسن شحات. إجابة خاطئة. علي خليل. علي خليل إجابة خاطئة. 1985 فاز الزمالك على فيتالو البروندي في ربع نهائي البطولة. جمال عبد الحميد. مين بقى؟ جمال عبد الحميد. بالظبط كده، جمال عبد الحميد. يا عم هي جت على دي. هاردك يا مسعد. طبعا جامعة اسكندرية أنا غير راضي عن الأداء ده، مش أداء جامعة اسكندرية بالمرة، محتاجين تعيدوا حساباتكم تاني يا سعاد. اتفقنا؟ أكيد. جامعة عين شمس، كان الله في عونكم. الماتشات اللي جاية بقت ماتشات كاس. النهاردة دخلتوا برهبة أثرت عليكم من بداية المباراة، لو كنتوا دخلتوا بثقة كنت عملتوا أحسن من كده بكتير، ولكن الفرصة لسه موجودة، شدوا حيلكم علشان اللي جاي. اتفقنا؟ نحيي كلنا جامعة عين شمس. أفضل لاعب في ماتش النهاردة عزة سيد بستين نقطة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 170 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 340 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 1,840,000 ألف جنيه من البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. جامعة اسكندرية أول 3 نقاط في المجموعة الرابعة، مبروك، واللي جاي أكيد 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 أصعب بكتير. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.